خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع اخر، وزي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه الحلقه امبارح كان في موجه من الطقس السيء وعاصفه ترابيه، ده غير انه كان في كمان امطار على بعض المحافظات خاصه شمال الدلتا والمحافظات الساحليه. خلينا نعرف الدور اللي قامت بيه الجهات التنفيذيه بالمحافظات وشركات المياه والصرف الصحي لمواجهه الطقس السيء. بينضم لينا دلوقتي على الهاتف دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ منى، صباح الخير يا استاذ حسام، صباح الخير على الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين والشعب المصري طيب وخير يا فندم. وحضرتك بخير يا فندم. طيب لو تطمنا وتطمن الساده المشاهدين على الطقس في محافظه الشرقيه، تمت ازاي تم مواجهه الطقس السيء امبارح؟ يعني الاجواء كانت عامله ازاي؟ الحمد لله امبارح كانت بعض الرياح الشديده والاتربه، وهو ادى بس لسقوط بعض الاشجار على الطرق، وأحد الأشجار وقعت أصابت أحد المواطنين أدت للوفاة، وبعد أعمدة الإنارة وكله الحمد لله تم رفعه على طول، وأعمدة الإنارة عملت انقطاع للتيار الكهربي في بعض قرى ديار بنيتم لمدة ساعتين ورجعت تشتغل الثاني، وأحد حوادث سيارات النقل الحمد لله تم رفعها من على الطريق، والأمور الحمد لله لغايه دلوقتي مستقره، انها ما فيش امطار، هي كانت امبارح رياح محمله بالاتربه فكانت الرؤيه منعدمه في مناطق كثير. سياده المحافظ، كان كمان في شجره يقال انها كانت قديمه جدا وكبيره الحجم سقطت على احد اعمده الضغط العالي اظن في طريق الانايات الزقازيق. الانايات في طريق الانايات فعلا، وتم رفعها يا فندم، وده كان ضغط متوسط ويعني الحمد لله تم الحمد لله حل المشكله وتم رفع العمود الاناره، وده اللي فعلا ادى لانقطاع الكهرباء في بعض العزل التابعه لمدينه الانايات، والحمد لله تم الاصلاح حوالي ساعتين او ثلاثه وكان الموضوع منتهي الحمد لله. سيادة المحافظ، لم يحدث تساقط امطار مظبوط؟ لا يا فندم، لا مفيش امطار على مستوى المحافظه كلها ولا مركز تم سقوط الامطار. طيب بشكل عام يا فندم، يعني ازاي بيتم الاستعداد واحنا سامعين انه في رفع حاله تاهب لمواجهه موجه الطقس السيء، من امتى بيتم الاستعداد وازاي بيحصل؟ وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان بيجي اشاره من الارصاد الجويه او بيجي لنا مباشره من الارصاد الجويه بجانب بيجي لنا من مركز معلومات مجلس الوزراء ولوزاره التنميه المحليه، بالاختار قبليها ب 48 ساعه ان في موجه طقس سيء خلال يومين او خلال ثلاث ايام، واحنا على طول عندنا غرفه العمليات بتبقى شغاله على مدار الساعه وعلى مدار الاسبوع لتلقي اي شكاوى، بجانب ان كل الاجهزه داخل المحافظه ترفع حالة الاستعداد القصوى زي ما حضرتك قلتي، شركة المياه، الكهرباء، الأجهزة التنفيذية كلها، الصحة، كله بيبقى على هبوط الاستعداد، وبرضو إدارة المرور بتبقى شغالة على مدار الساعة برضو عشان الرؤية وتهدئة السرعة في بعض الطرق، والحمد لله بنفضل متابعين على مدار الساعة، لو جت في أي موجة شديدة بنضطر ناخد بعض الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين، وطبعا لو في مشكلة أمطار كثيفة ولا حاجة بننصح المواطنين دايما أنهم الابتعاد عن أعمدة الإنارة، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان لو الأمر استلزم بناخد قرار بوقف الدراسة، لو الامور بقت اصعب بناخد قرار بوقف العمل. ودي نقطه مهمه دكتور ممدوح، يعني عايزين نطمن من حضرتك على سير العمليه التعليميه في المعاهد والمدارس والكليات. الحمد لله يا فندم لم يتم ايقاف الدراسه في اي معهد او مدرسه، والامور ماشيه كويس، وامتحانات الصف الرابع كانت ماشيه بصوره جيده جدا، والحمد لله لغايه دلوقتي كويسه، والنهارده الحمد لله الطقس جيد جدا، ما فيش اي حاجه. امبارح على اخر الليل كانت درجه الحراره اتحسنت والاتربه اترفعت، والنهارده الامور كانت جيده والطرق كلها الرؤيه فيها كانت جيده، هو بس في الفجر كان في سياره محمله بالزلط وقعت على احد الكباري، والحمد لله اترفعت خلال ساعتين وفتح الطريق وتم فتح الطريق الحمد لله. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا سياده المحافظ دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، بنشكرك يا فندم جزيل الشكر.